السلام عليكم. فرحانة قوي وعندي حالة كده من الشجن و هاين عليا أقوم دلوقتي أبوس تاني الضيفة اللي معايا، بنتي يعني وبنتنا كلنا، بنوتة جميلة جدا جدا، فنانة نجمة، حضورها حضور نجمة وطاقتها طاقة نجمة، وربنا صرف لها قبول كده من عنده. أنا أقسم بالله قبل ما أشوفها أنا معرفش هي بنت مين، فلفتت نظري يعني وركزت قوي وقلت البنت دي ما شاء الله جميلة قوي وحضورها حلو قوي، وهي موجودة في الكادر تبقى أنت مستني إنها تتكلم تاني، ومنجذب ليها جدا جدا، ودي نعمة من عند ربنا يعني، هي ملهاش دخل فيها، دي كده مصروفة لها هدية. انبهاري بقى زاد لما عرفت هي بنت مين، لأن أبوها صاحب فضل عليا شخصيا، لأنه أستاذ كبير وأستاذ عظيم وأستاذ محترم وأستاذ راقي وأستاذ اتعلمنا منه يعني كل حاجة طيبة، وتعلمنا منه الالتزام، وكان هو كمان ربنا صارف له حضور وقبول ووجوده على الشاشة وجود طيب وتحس إن أنت عارفه. أنا معايا ميران أحمد عبد الوارث. يا ميران ازيك؟ يا حبيبتي ايه الجمال ده؟ أنا مش عارفة أقول ايه والله، انتي عيطتيني الصراحة، بس بجد يعني أنا ليا الشرف ده، أنا متشرفة بيكي والله بجد وفرحانة بيكي، وربنا بنتي يكرمك وطلعي كده صدقة على النعمة اللي ربنا مديها لك اللي هي نعمة القبول، لأن أنا أقسم بالله زي ما قلت أنا ما كنتش عارفة انتي مين، ومنجذبة ليكي جدا جدا، وحاسة إن انتي بنتي كده، معرفش يعني وجودك على الشاشة وجود طيب ومحبب. الله يحميك ويحفظك، ومبروك الجميل. كل الحاجات الحلوة. شكرا. وميران بنت العظيم الأستاذ الله يرحمه الأستاذ أحمد عبد الوارث. يعني أنا أول ما شفتك طبعا أنا شفتك بانبهار الجمهور العادي اللي هو الله إيه الحلوة إيه، لكن لما قعدتي قدامي كده وبصيت لك أنا شفت باباكي، مع إنك طبعا يعني أنت طبعا أمورة وجميلة بس ما أعرفش ليه شفت في عينيكي طلته وهبته كده وجمال قلبه. حبيبتي السؤال الاولاني هيكون عن بابا طبعا. هل بابا، هو بابا توفى الله يرحمه قبل ما انت تبتدي تحترفي بالظبط، ولو انك اشتغلتي معاه وانت طفله مشهد صح كان مع الاستاذه انعام محمد؟ طب ما تعرفيش بقى. ما انا متاثره جدا، انا اسفه والله، دي دموع فرحه بجد، بالعكس أنا يعني لا والله ما متضايقه، والله ما متضايقه، انا مش زعلانه، انا فعلا متاثره بس بجد. طيب انا تمام بالعكس يعني بالعكس والله انا تمام. بسم الله عليك. بابا توفى الله يرحمه ويحسن اليه قبل ما انت تاخدي القرار بالاحتراف صح، بس واضح ان هو كان حابب وما كانش هيمانع، لان انت مثلتي معاه مشهد وانت كان عمرك كام سنه؟ كنت في رابعه ابتدائي يعني. ايوه تقريبا مثلا 9 سنين حاجه كده يعني. لا رابعه ابتدائي اصغر. 8 لا رابعه 9 لان انت بتدخلي 5 سنين غالبا واربع سنين 8 9 حاجه كده يعني. كان مع الاستاذ انعام محمد علي بالزبط. في مباراه زوجيه بالظبط، وما كنتش طايقه نفسي ليه؟ يعني مش عايزه ومكسوفه وما بحبش اصلا يعني ما كانش عندي الشغف للتمثيل ده خالص. امال الشيطانه والجنان بقى بتاع النداه للتمثيل والحضور المرعب اللي انت موجوده فيه وانت بسم الله عليكي منظر جميله كده. ما هو ربنا قام عامل لي كده قال لي تعالي. بس انا بجد انا يعني ما كنتش اصلا عايزه خالص، ولا كان في بالي، ولا عمري كنت ببص عليه واحس ان انا عايزه ابقى ممثله لما اكبر، ولا عمري كنت بتفرج مثلا على المسلسلات والافلام واحس ان انا يعني مشدوده لده. ايه يا بنتي ده خالص؟ امال وانا طفله بقى بقف قدام المرايه مثلا بالزبط. امثل كل الناس بتحكي كده اللي هو وانا قاعد قدام التلفزيون وعايزه اعمل الدور ده وعايزه وانا في المدرسه بعمل في انشطه مسرحيه ولا الهوى. امال ايه الحكايه جات لك منين؟ هو ولا حاجه، انا كنت في المسرح عادي بدرس اداره اعمال و كنت في الايه؟ في الجي يو سي، كنت في الجامعه الالمانيه. انت مع كنت مع بنتي ده إيه؟ بجد؟ بس انت بنتي اتخرجت 2018. انا وانا إيه 2017 قبليها بسنه على طول. ايه ده والله؟ والله. بس مريم كانت ايه؟ صيدله ولا هندسه ولا بي اي؟ فنون تطبيقيه. ابلايد ارتس. ابلايد ارتس ايوه ابلايد ارتس ايوه. فانا كنت يعني ودخلت، واصلا قبل ده كان عندي حلم ان انا ادخل طيران.
انا عايزه ابقى والله وعايزه بقى ابقى بايلوت وكده وده اللي في دماغي يعني. قالي ادخلي بس الجامعه وبعدين نبقى نشوف نتصرف. فدخلت الجامعه وبالصدفه دخلت مسرح الجامعه، ما كنتش عايزه خالص بس يعني حصل كده موقف ودخلت. ولما دخلت اكتشفت شغف مرعب، لان عمري يعني ال التمثيل مش حاجه هتصحي تمارسيها، فاهمه قصدي؟ يعني يا اما لازم تبقي عارفه يا اما تبقي سبحان الله جربتي في اعلان، جربتي في مسرحيه كده بتلعبي، فتكتشفي ان انت عندك شغف مش طبيعي. فاكتشفت شغف مش طبيعي، واسعد لحظات حياتي كانت اللحظات اللي في المسرح دي. ورحت بقى قلت لبابا، فافتكرني بقى بتهزري؟ ايوه بقى، قال لي بقى دي نازمه من الزوايا بقى بالظبط. كنت عايزه طيران من شويه دلوقتي عايزه تمثلي، طب يعني ما هنشوف. فما خدنيش بجد خالص، يعني خدنيش على محمل الجد خالص. فكملت وخلصت وتخرجت، وبعدين سبحان الله كانت بتطاردني بقى. يعني بصي دايما والله العظيم انا في قاعده كده في الحياه تقول لك لو انت مش عايزه الحاجه بتجيلك، لو عايزاها ما بتنفريها. سبحانك يا رب بجد. فيجي لي بقى اوديشنز وادوار وحاجات، وانا اللي هو يا جماعه انا اصلا يعني عندي شغف بس لسه مش عارفه هعمل ايه، ما درستش بجد خالص. مسرح برضو تهريج، ومسرح غير الدراما، يعني حضرتك اكيد فاهمه طبعا ان لازم ادرس بقى. فخلصت يعني وجالي اول دور عملته اللي هو كان كلبش اتنين. ومن غير بقى اي حاجه. لا قولي لي ازاي برضو، لان انت داخله من الباب برضو باب واسع كده. كلبش واحد كان مكسر الدنيا، النجم امير كراره بالزبط. الجميل اللي ليه جمهور كبير. كلبش واحد ده باشا مصر ده بقى بالظبط. فكلبش اتنين انت داخله على عمل اوريدي ناجح، فانت داخله من بوابه واطار عظيم. صح الحمد لله ان انا كان حظي حلو. ازاي جالك الدور؟ هقول لك، انا كان في دور، كان في مسلسل اسمه الاب الروحي بيتعمل. طبعا. وده كان الجزء الاول من اخراج استاذ بيتر ميمي. ايوه. فانا كنت هشارك في المسلسل ده برضو عن طريق حد كلمني قال لي بنرشحك في كذا. رحت عملت اوديشن وقالوا لي تمام انت مقبوله. فابتدينا نعمل ورش وكده، وبعدين سبحان الله المسلسل ده عشان كان كان كذا جزء، فكانوا غالبا انا كنت لسه في ثالثه جامعه. فبابا كان رافض فكره ان انا اتفرغ وهو مش عارف اصلا الموضوع ده بجد ولا لا، غير لما اخلص دراستي. فقالوا لا خلاص، عشان كان لازم امضي كذا سنه يعني. وكانوا قايلين لي ساعتها ما فيش بقى امتحانات ولا دراسه يعني، خلاص دي الاولويه يعني. فقلت فقال لي لا خلصي وبعدين نشوف. فالعمل ده ما عملتوش، بس كان نفس المخرج مين بقى؟ بيتر ميمي. فكان شافني هنا في كلبش اتنين بالظبط، فكلمني بقى تاني على طول على دور. قال لي في دور اسمه نور، وانا حاسس ان انت ما فيش بقى. ما رحت على طول طبعا وصورت، وكان دور محترم. حظي حلو طبعا ان انا ادخل الدخله اللي حضرتك يعني بتقوليها دي. وبس، وابتدت الرحله بقى من هنا. كان دي تقريبا السنه اللي بابا توفى فيها دي صح يعني. ده كان رمضان 2018. بابا توفى في شهر 10 2018. يا سبحان الله سبحان الله. الله فهو شافني الله. وبعدين عارفه اللي هو زي ما تحسي اللي هو انطلقي بقى، انا خلاص طمنت عليكي يا حبيبتي. يا حبيبتي ربنا يا رب يرحمه ويحسن اليه، واللي خلف ما ماتش حبيبتي. بس طبعا ماما اكيد طايره بيكي طبعا جدا. جد. وهو على فكره طبعا والله طبعا يعني في دلالات. قال لي في حلم دي حلقه انا ما كنتش متوقعه ان هي تبقى كده خالص والله، بس يعني قال لي في حلم انا فخوره بيكي، فخور بيكي جدا الحمد لله. ان شاء الله دايما يا رب بيكي وما تعيطيش. انا مش عارفه ايه والله، بس بس خير 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 والله. انا مش عارفه اقوم اطبطب عليكي ولا اشربي الميه. حبك واصل لي يعني حبيبي. ربنا يسعدك يا حبيبتي. شكرا. بعد كده توالت الاعمال وابتدت خطوة تكمل خطوة، وابتدت ميران تبقى ليها اسم في الوسط الحقيقة. وحقيقي اللي خلف ما ماتش وجيناتك فيه، لأنك مش بس فنانة هايلة وربنا يعني عندك جمال روح وجمال شكل قمر، لا كمان أنت ملتزمة جدا وسمعتك طيبة جدا في الوسط عندنا، وربنا يديمها عليك نعم. الخطوة اللي كانت بعد كلبش اتنين كان اولا دي شهاده كبيره قوي ان هي جايه من حضرتك مبدئيا. والله يا بنتي ما بجاملك والله انا والله عارفة بجد عارفه، بس بجد يعني كلام اعتز بيه جدا ده. وانا عماله بقى اقطع في نفسي ان انا طب يا ربي انا قلت حاجه دي يعني. لا والله يا حبيبتي خالص لا 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 خالص مش خالص بحب بس يعني. لا والله خالص خالص، دي سنه الحياه ودي حاجه طبيعيه يعني. اللي انا عايزه اقوله ان بعد ده كان في مسلسل اسمه نمره 2 كان بيتعمل على شاهد، وده كان
موضوع يعني في حلقات منفصله متصله، هم متصلين بنفس الموضوع، ولكن كل حلقه كانت ممثلين مختلفين بقصه مختلفه مع مخرج مختلف، وكان عمل ضخم حقيقي، كان فيه شارك فيه نجوم كبار يعني. فكان ليا حلقه مع استاذ اياد نصار وامينه خليل. ايه ده ايوه. وكانت الحمد لله الحلقه دي برده كان ليها صدى لذيذ. وبعدين قعدت سنتين كده من امينه خليل بيقولوا لي كده دايما جدا، والله وانا بموت فيها. انت بتقولي اسمها فانا بصيت لقيت شكلك يعني. أنا صح بيقولوا لي كده دايما وانا بجد بحبها. يعني تعملوا اختها صغيره؟ اختها والله جدا يعني اتمنى جدا، لان انا الصراحه اتبسطت قوي اشتغلت مع امينه، وامينه برضو ذكيه جدا اون سيت وبتساعد قوي غيرها، لا يعني لطيفه قوي، حبيت شغل معاها قوي. وإياد طبعا يعني انا ما كانش ليا شغل كتير معاه، شفته بس في مشهد كده بس يعني سلمنا على بعض، بس احنا ما كانش لينا شغل مع بعض. بس جميل يعني، بني ادم جميل. بس وبعدين قعدت سنتين كده ربنا مش موفقني يعني في حاجه، وتقريبا كان بيجهزني يعني، لان انا سنتين دول بقى قعدت اشتغلت على نفسي كتير قوي، خدت بقى ورش ودرست بره 3 شهور اونلاين، كان ساعتها وقت الكورونا. فالدنيا واقفه، فانت لا قلت استغل الدنيا بالظبط. وكنت بشتغل شغلانه ثانيه، كنت بشتغل في شركه عادي من 9 ل 5، مش فن لا. كان عندي بقى خلاص انا اتخرجت ومش بعمل حاجه بوقتي، فقلت بالظبط هشتغل لحد بقى ما ربنا يكرمني. وكنت بعمل افلام قصيره كتير قوي. انت كمان مدرسه ثانيه بالظبط. فقعدت امارس يعني السنتين دول وبعمل اوديشنز طول الوقت بقى، هروح لحد اقابل مخرجين كده، بس ما كانش فيه توفيق من عند ربنا سبحان الله. هو كان حاسس ان استنى عايزك تستوي شويه. هو بصي برضه عشان تبقي تاخدي كده، المجال الفني عاده ممكن فترات تبقي عامله حاجات قويه جدا جدا، وبصي تلاقي بعديها مثلا قعدتي لك 5 6 اشهر سنه كمان. صح. ايه يا جماعه في ايه؟ صح. وبقى فعلا زي ما انت بتقولي، لان الممثل كمان بيتعب في فكره ان انت شغلك بره في حاجه ثانيه غير التمثيل، على فكره ده برضه تحضير للتمثيل. صح. انك تقابلي ناس وتتعاملي مع شخصيات وعينيك تشوف بشر. 100%. وقبل ما تمثلي رؤيتك للناس بطريقه غير بعد ما تمثلي. صح. تمام. يعني بجد كنت حتى لسه بتكلم مع مخرج واحد صديقي يعني، فبتكلم معاه في ان انا عندي خبره الشركه يعني، في يوم من الايام لو جالي دور موظف عارفه الناس في الشركات عامله ازاي، شفت شربت ده. فالتجارب اللي في الحياه مهمه قوي للفنان، لانها بجد بتخليه يكبر مبدئيا كبني ادم، وده بيفرق في فنه، وبتخليه ينضج ويتعلم حاجات كتير قوي من خلال تجارب تانية. وغير انك بتمتصي زي ما انت قلتي، في صوره قدامنا اهي امارايا كتكوته، ودي كان ايه مسلسل المعلم. المعلم اشتغلت مع نجوم برده مصطفى شعبان وامير كراره واياد نصار، نجوم كبار. احلامك ايه ان شاء الله؟ يا رب اشوفك قريب في حاجه كبيره قوي قوي. سينما بقى؟ والله نفسي في سينما طبعا، واتمنى يكون دخولي السينما لحاجه تقيله يعني، نفسي يعني يكون ربنا كده كاتب لي حاجه مع حد، مع مخرج عظيم او طبعا نجوم كبار، ودور يعني يبقى ليه كده ليه تقل. ونفسي افضل يعني بعمل ادوار تكون صادقه يعني بصراحه. بصي يا ميرون، انا عايزه اقول حاجه، ان الناس بتكتشف بعد ما تمثلي معاهم انك بنت الاستاذ احمد عبد الوارث. أيه. انك مش بتصدري ده في الاول، مع ان لو قلتي انا بنت احمد عبد الوارث، ابوكي كان راجل صاحب فضل على ناس كتير وراجل ملتزم ومحبوب جدا جدا. الحمد لله. فانا فخوره بيكي كمان جدا على فكره، انك مش بتصدري ده يعني، الناس بتكتشف بعد شويه كتير، ايه ده انت بنت الاستاذ احمد؟ طب يا بنتي ما قلتيش ليه؟ ايوه يعني بس دي حاجه تفرح. صح. انك زي ما بيقولوا ايه، بموهبتك وبطاقتك ومجهودك هتحققي اللي انت عايزاه. الحمد لله. وانا واثقه من ده جدا جدا. مرسي. وان شاء الله بس ما تتقنعريش بقى. حاضر. يعني قريب قوي هتبقي قاعده هنا وانت محققه اضعاف احلامك. حبيبتي. لانك ممثله شاطره قوي، وممثله ملتزمه جدا جدا، ممثله جميله. حبيبتي. ما شاء الله عليكي وعندك زي ما قلت طاقه حلوه قوي. فهتنهال عليك الادوار مع مخرجين كبار. يا رب. وعشان يعني انت كمان اشتغلتي في الحشاشين. صح. يعني عمل عظيم. أيوه. عمل عظيم الحمد لله. فربنا السيزون اللي فات كان بصراحه في توفيق من عند ربنا كبير يعني، كامل العدد وكامل العدد. ايوه مع دينا شربيني بالظبط. اعمال ناجحه جدا الحمد جدا لله. لا بس الحشاشين ده اللي اشتغل فيه يعني طبعا يتحسد. طبعا يعني طبعا ده سي في يعني. طبعا طبعا 100%. وعشان كده ساعتها ما يعني الممثل في الحاجات دي ما ينفعش يفكر خالص بقى حجم الدور ولا ايه اللي هيطلع في قد ايه ولا الكلام ده خالص يعني، قصدي حتى لو في نفس الموسم عامله حاجه كبيره بطوليه او يعني من الادوار الاساسيه، في اعمال
المشهد فيها ده في تاريخك. صح، هو ده بالظبط بالنسبه لي. الحشاشين عمل عظيم كبير لنجم العالم العربي كله بيعشقه، والكاتب مهم والمخرج مهم جدا. صح. عبد الرحيم كمال وبيتر ميمي، كريم عبد العزيز طبعا. فانت هتقولي يعني اما تيجي تقولي انا اشتغلت في الحشاشين. صح. فعمل كبير، ويا رب اعمالك كلها اللي جايه تبقى كبيره وعلى نفس المستوى، والدراما المصريه بخير طول ما فيها شباب جداد امارات زيكم. ونفسي تشتغلي مع مين؟ اخر سؤال، من الـ من الـ من زمايلك الجداد، مش هحرجك واقول لك الاساتذه الكبار. زمايلي الجداد انا الحمد لله يعني في بيني وبينهم صداقات جميله، بس اتمنى احنا دايما اصلا بيننا وبين بعض في السفريات والخروجات وكده بنقول نفسنا نشتغل مع بعض. بس انا بحبهم كلهم. انا بحب طه دسوقي جدا، بحب ميان السيد، بحب هاجر السراج، بحب عصام عمر، وبحب نور النبوي، لا مش عايزه انسى حد. انا بجد انا في ناس كتير قوي، لان الشركه المتحده الحقيقه ادت فرص لنجوم شباب في بطولات. صح. فان شاء الله نشوفكم متجمعين في عمل كبير يكسر الدنيا. انا بشكرك، شرفتيني وانستيني بجد، ويعني اسفه اذا كنت يعني قلبت عليكي شويه، بس الله يرحم ابوكي. وللاسف الفقره خلصت، انا متضايقه جدا جدا، كان نفسي تقعد كتير بس سنه الحياه. ايوه. استنوني الفقره الجايه ان شاء الله هتعجبكم. الفقرة الطيبة، الفقرة اللي فيها ذكر لله سبحانه وتعالى ولسنن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وبيشرفني في الفقرة دي مولانا الشيخ حافظ عبد الحليم من علماء الأزهر الشريف ومن مؤسسة نبض الحياة. شرفتنا يا مولانا وأنستنا. أهلا بحضرتك يا أستاذ، الشرف لينا، ربنا يبارك فيك. حضراتكم معودنا نبتدي الفقرة بالصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي من علينا فهدانا ومن كل بلاء حسن أبلانا، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وكل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلاة ترضى بها عنا وترفع بها درجاتنا وتقضي بها حوائجنا وحوائج كل من قصدنا في حاجة يا رب العالمين. اللهم أمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النور وأهله. أمين يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. مولانا، عايز أسأل حضرتك عن ثواب إعانة الغير، إذا كان محتاج أو يعني عنده ضائقة معينة أو عنده حاجة معينة، أكيد دي لها فضل كبير. أيوة. وخاصة أن العادي أن أنا لو مثلا ليا قريبي أو قريبتي أو أختي أو أخويا عندهم ده لازم، لكن لما يكون في ناس أنا ما أعرفهمش خالص وما فيش بيني وبينهم أي صلة ويمكن مقابلهمش في يوم من الأيام، بس يبقى عندي إصرار أن أنا أعينه ابتغاء مرضات الله. ايوه. الثواب قد ايه بقى؟ واشرح لنا حضرتك، هل يعني ربنا يفرح بينا ان شاء الله كده ويجازينا خير اذا ساعدنا بعض واذا وقفنا جنب بعض؟ خلينا الاول نعرف حاجه مهمه جدا، ان هذا الدين قائم في الاصل على يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الشعوب والقبائل وانتشار الناس واختلاف الناس واختلاف طبقات الناس ده أمر في هذا الدين. وبعدين ربنا قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى ديت لها أمارات وليها علامات منتشرة في آيات القرآن الكريم وكمان في كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومنها كمان وتعاونوا على البر والتقوى، ومنها كمان وجعلنا بعضكم ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، ومنها كمان ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فيفهم هذا الدين ايه الفقه الدين ده، ايه يعني افهم الدين؟ تفهم ان هذا الدين الانسان جزء من هذا المجتمع الكامل المتكامل، والله سبحانه وتعالى جعل الناس مختلفه فيما بينه. طب هذا الاختلاف لابد له من تكمله، انت مختلف وانا مختلف، طب ايه الرابط بيننا؟ ان احنا نكمل بعض. طب هذه التكمله الانسان بيؤجر عليها ولا لا يؤجر عليها؟ يؤجر عليها، مع انه هو المحتاج ليها في الاصل. انا محتاج ليها في الاصل ومع ذلك انا باؤجر عليها. انا محتاج ان انا ساعد، انا محتاج لوجود الناس في حياتي.
فإذا أنا ساعدت الناس وهم دعولي أنا أجرت على هذا الأمر. وده للنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه لنا: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. المثال ده الصحابة عاشوا بيه وتعلموه، والتوجيه النبوي ده الصحابة عاشوا بيه وتعلموه، برغم ان هم كان يعني عندهم اللي يغنيهم شويه عن قضاء حوائج الناس. احنا النهارده بنقضي حوائج الناس عشان طلبا للاجر وطلبا للثواب وطلبا لما عند الله سبحانه وتعالى. طب انا ممكن اقول انا اصلي واصوم واحج واذكر الله سبحانه وتعالى واقرا قران واكتفي بالحسنات اللي هتجيلي من الباب ده واستغنى عن الباب الثاني، مش ممكن اقول كده؟ نقول لك الصحابه ما فهموش كده. الصحابه فهموا ان الرحمون يرحمهم الرحمن، وكل ما تحسن الى خلق الله سبحانه وتعالى الاجر بيزداد اكتر. وكل النماذج اللي النبي صلى الله عليه وسلم ضربها لنا في السنه بتقول ان مساعدتك للناس واعانتك للناس ووقوفك جنب الناس وقضائك لحوائج الناس ليه اجر كبير جدا، اوقات كثيره جدا بيبقى الاجر ده اعظم من العباده الفرديه اللي بتؤديها لوحدك. عشان كده تلاقي سيدنا ابو بكر الصديق، واحد زي سيدنا ابو بكر بمكانته اللي هو اكمل الناس ايمانا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الانبياء، يعني ده ايمان ويقين عندنا كل الناس تعلم هذا الأمر، أن أبا بكر هو أفضل البشر على الإطلاق بعد الأنبياء، ومع ذلك لا يكتفي بالصلاة ولا بقراءة قرآن ولا بالصيام ولا بهذه المكانة ولا بقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ولا بشهادة الله سبحانه وتعالى له: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. مع ذلك كان يحلب الشياه للقواعد من النساء والأرامل والمحتاجين في الحي اللي هو فيه، يحلب لهم الشياه ويقضي حوائجهم، اللي عايز حاجه من السوق كان يروح يجبلها بنفسه. بهذه المكانه هو عرف ان هنا الجزئيه دي والحته دي فيها اجر وفيها ثواب مختلف عن كل الاجور الثانيه، فحافظ عليه لدرجه ان هو لما تولى الخلافه وصار خليفه ومسؤول قالت بعض النساء: الان لم يعد يحلب لنا ويقضي حوائجنا كما كان. فقال: لا والله لا أتخلف، وإني لأرجو ألا يصرفني هذا الأمر عما كنت أعمل. ليه؟ هو أدرك إن هنا في حاجة مختلفة، في أجر كبير وثواب مختلف، الله سبحانه وتعالى يحب هذا المكان. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللي قال فيه: لو كان نبيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يكون سيدنا عمر، اللي هو الشيطان يفر منه، ومع ذلك كان يذهب إلى بعض القواعد من النساء، امرأة كفيفة في بيتها يروح لها ويقضي حوائجها، يملا لها ميه وينظف لها البيت وينظف البيت من اي شائبه، يدخل وراء سيدنا ابو طلحه ويعمل المجهود ده ويبذل المجهود ده وهو بمكانته دي، هو يعني احنا يعني ايه نهار ابيض. فيدخل عليه سيدنا ابو طلحه فيسالها، قالت: والله ان هذا رجل، يعني المراه اصلا مش عارفاه، هي مش عارفه مين ده ولا مكانته ايه ولا قدره ايه، ان هذا رجل ياتيني فيذهب عني الاذى من البيت، اي حاجه في قمامة ولا حاجة ينظف البيت ويقضي حوائجي، وهو يأتيني منذ كذا وكذا. إيه ده؟ وسيدنا عثمان يعمل كده، وسيدنا عبد الرحمن بن عوف، وحتى العشر المبشرين بالجنة حياتهم مليانة بقضاء حوائج الناس. هم أدركوا وفهموا ده كويس جدا، فهموا أن الجزئية دي لا حاجة مختلفة عند ربنا سبحانه وتعالى، وخصوصا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقف قبالك، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل نفسه بمكانة هذا المحتاج، وهذا الذي تقضي له حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وتقضي حاجة الناس الله سبحانه وتعالى يقضي لك حاجتك. إذا كان يعني إن الفكرة في مجهود أو الفكرة في بذل مال، ده بقى مفهوم تاني محتاجينه يتوسع أكتر. هل مساعدة الناس وإعانة الناس وتفريج كربات الناس مقتصر على المال فقط، ولا ممكن بتطيب خاطر حد بكلمة أنا بأجر عليها؟ لو أنا هو حاجة الإنسان ده إن هو محتاج حد يسمعه فأنا سمعته وريحته وطمنته، الله سبحانه وتعالى يعطيك بقدر البذل من النفس والمال، يكون العطاء من الله سبحانه وتعالى. يا سبحان الله. بقدر البذل من النفس والمال، ولذلك الاختلاف الناس في قدراتهم الله سبحانه وتعالى جعل هذا الاختلاف ليه؟ لأن في واحد حاجته تقضى بالمال فتقضيها بمالك، واحد حاجته تقضى بمكانتك بسلطتك بالمكان اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعك فيه، بتخلص ورق لحد ولا حاجه. مولانا كل ده حضرتك بتتكلم، انا عمال ده يترجم في دماغي لصور. ان انا مثلا يعني حد اعرفه كده من بعيد شكالي ان في مشوار عايز يروحه مثلا او بتاع،
وهيبقى شويه مش... ايه المانع ان انا اروح اخده طالما عندي عربيه اخدها او اخد يعني اوديها مثلا؟ يعني انت عمال تقولي ده وانا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال. كان ربنا بيفكرني ان انا في حاجات عدت عليا وهي في وقتها مثلا ما لكن انا ايه المانع ان هي مش قادره تروح؟ من كان له فضل ظهر فليعد بها على من لا ظهر له. حتى التوصيل اللي انت بتركب حد معاك في مدينه انت قاضيت له حاجته. وانا لعلي قلت مثال قبل كده كتير جدا في الايام اللي بتكون حر اللي احنا مثلا بنمر بيها كده احيانا الجو بيكون حر جدا وفي الشمس ديت وانت ماشي بعربيتك وليك ومعاك مكان وانت ماشي في الطريق راجع من شغلك او رايح شغلك كبيره واقفه مش قادره ولا انت حاجة. لقيت ناس في الزحام والمواصلات مثلا متاخره عليهم ولا حاجه او حد من معاك في الشغل طالع هيركب من مكان تاني بس هيمشي تعالى في طريقي انت متخيل ان دي ممكن تكون سبب نجاتك عند ربنا سبحانه وتعالى؟ سبحان الله. واستاذه والله النبي عليه الصلاه والسلام يحكي لنا اخبار ناس يدخلوا الجنه بامور هو ما يدركش ان ده يدخله الجنه. وحضراتكم حكيتوا لنا حاجات كتير والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقول كمان مش مجرد حكايات احنا عشناها بس لا. ده النبي صلى الله عليه وسلم اخبر هو الصادق المصدق صلى الله عليه وسلم ينبئ بخبر السماء فيقول لك شكر الله له فادخله الجنه بامر هو لا يعبأ به اصلا زي الرجل اللي كان بيدين الناس ما ده هم وكربه الهم دين وكربه شديده جدا عند صاحبها الراجل ده يعمل ايه؟ يبعت الغلمان بتوعه اللي شغالين عنده روحوا طالبوا الناس بالفلوس اللي عليهم او بالديون اللي عليه اللي ما معهوش وقال لك اصبر عليه شويه اصبر عليه واللي معاه قال لك طب ما تستنى لاخر الشهر استنى لاخر الشهر وتجاوزوا لعل الله يتجاوز عنا فالله سبحانه وتعالى يقول تجاوزت عنه هو الامر اكرم من ربنا سبحانه وتعالى ونعم بالله ونعم بالله. طيب في امور اخرى كمان يعني لعلنا كده احنا وسيله لاعلام الناس بيها ويمكن زي ما انا وحضرتك بتحكي على فكره اعانه الغير جاء في مخي الله طب انا ما عملتش كده ليه؟ يمكن ان شاء الله لما اخواتي اللي بيشوفونا يشوفوا التقرير اللي جاي نذكرهم بان الله طب انا مش ممكن اساعد في حاجه زي كده ابواب مع مؤسسه نبض الحياه. فهستأذنك بس نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع مولانا. مؤسسة نبض الحياة في مبادرة سقي الماء بتكثف جهودها لعمل وصلات المية لأهالينا المستحقين. وفي محافظة الجيزة كان الأهالي على موعد بتنفيذ وصلات مية جديدة 50 منزل في عزبة جورين جرزة وقرية جزيرة السلام عرفوا لأول مرة إحساس وصول المية لبيوتهم بفضل الله ثم تبرعات أهل الخير. وأحلى مشهد وأنا شايف الأطفال وهم بيملوا من الحنفية كوباية مية ودي بالنسبة لهم فرحة وسعادة وسرور وبعد ما الأخ بيشرب بيناول أخته الكوباية يا سلام على ده مظهر ويا سلام على ده منظر ويا سلام على ده مشهد مشهد بجد يبعث في القلوب السعادة والفرحة والسرور. الأطفال النهاردة مطمئنة الأطفال النهاردة فرحانة ومبسوطة قبل الكبار كمان بعد ما كان الكبار ممكن يمشوا مسافات طويلة علشان خاطر يقدروا يحصلوا على كوباية المية النهاردة الحمد لله رب العالمين بفضل صدقات حضراتكم مع مؤسسة نبض الحياة وصلت المية بقت في بيتهم. كل وصلة تم تنفيذها كانت طوق نجاة لأسرة كاملة عانت كتير لتوفير المية. بشكر نبض الحياة دخلتنا المية لحد البيت وكنا بنعاني منها دلوقتي المية في البيت والحمد لله بنشرب مية حلوة يبارك لكم مؤسسة نبض الحياة. قبل الحنفية والله بنملى من برة نشتري مية شرب ودلوقتي هلاقي مية في البيت مش هضطر أطلع أشتري من برة. شكرا لمؤسسة نبض الحياة. وصلة مية بتدخل لأسرة بتغير عندهم حاجات كتيرة جدا وبتغير في قراراتهم وفي حياتهم. احنا ممكن ما نفهمش ده غير لو اتحطينا مكانه ولكن من فضل ربنا سبحانه وتعالى انه يجعل لينا يد في فرحة الناس وفرحة أهالينا عشان النهاردة وإحنا بنسمع الزغاريت وبنشوف الفرحة نعرف قد إيه إن الأجر مش متمثل في إنك أنت وفرت لهم كوباية مية أو وفرت لهم وسطة مية. دي فرحة تاني من نوع خاص اسمها إدخال السرور على قلوب الناس ودي كمان ليها أجر كبير عند ربنا سبحانه وتعالى غير وصلة المية أو صدقة المية نفسها. يبقى بوصلة مية أنا جمعت بين أجرين إدخال السرور وقضاء الحاجة. بمساهمتك بوصلة مية هترفع المعاناة وتسعد أسرة مستحقة وتفوز بثواب الصدقة الجارية. وسيلة من وسائل إعانة الغير حتى لو أنا معرفهمش شخصيا بس الفرحة اللي هدخلها على قلوب الناس دي. ست مسنة مش هتقدر تروح تملى مية من بعيد أو أخت فاضلة عندها أطفال صغيرين مش تقدر تسيبهم لوحدهم
الفرحة دي تساوي كتير عند رب العالمين. وإحنا بتكلم في التقرير قلت إيه؟ قلت إن في حاجتين الواحد ساهم فيهم بمجرد العمل ده، فاكراهم؟ قلنا إيه؟ إدخال السرور على أيوة، وقضايا الإيه؟ الحاجة. الحاجة ده الأمور اللي ظاهرة لينا، اللي ظاهر لينا إن أنت قضيت حاجتهم وإيه؟ وأدخلت عليهم السرور فرحوا. في أمور تانية الله سبحانه وتعالى يجازي بها والإنسان ما يعرفهاش، وده اللي اتعلمناه من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عارف الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب صدقة فأعطاه تمرة فكأنه تقال له، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه إيه؟ يقول له أما علمت أن فيها مثاقيل ذر كثير؟ الله. ولأن ربنا سبحانه وتعالى بيحاسب على الذرة ومثقال الذرة، فلا تستقل ولا تستكثر عملا أن أنت أصلا محتاج لهذا الأمر. واحنا اهالينا اذا كنا احنا دلوقتي قاعدين انا وحضرتك بندل الناس على عمل الخير ده والباب الخير ده، وبنقول يا جماعه ان في ناس ساكنه في اماكن في امس الحاجه ان يكون في بيتهم مجرد حنفيه بشكل مقنن يقدر يفتح الميه وتنزل له في اي وقت ويستفيد منها، لانه بيشعر ان احتياجه للميه بقى عبء عليا في حياتي. تخيل الميه اللي احنا يعني اللي هي اهون مطلوب اوقات بيكون عبء على بعض الناس. ايوه، في بعض البيوت كده اللي عندهم مشكله ومش عارف يوصل حنفيه لضيق ذات اليد والحال ما يسمحش ان انا اروح اشترك في عداد يكلفني مبلغ كبير جدا، والبيت عندي فيه التزامات واحتياجات تانية واولويات بالنسبه لي انا ما تقلش اهميه عن الميه، لكن مش هقدر استغنى عن دي. أيوه. ابني بيتعلم لبس بلبسه حاجه يعني، كشف بكشف على حد من ولادي، باكل واشرب، ما دي أولويات وأنا حاطط فيها احتياج للمية ولكن مش قادر أوفر المية، فصار الاحتياج المية عبء علي، فبعمل إيه؟ بروح أملى مسافات طويلة جدا وخبط على الجيران، وجاري يفتح لي مرة وجاري مش موجود مرة، وجاري يتضايق مرة، وجاري عنده ظرف مرة فما استقبلنيش بشكل كويس، مراتي تطلع مرة أنا أطلع مرة، حد من الولاد يطلع مرة يقع يتكسف، اعتبارات كتيرة جدا وحاجات كتيرة جدا. تخيلي حلها متمثل في ان ربنا سبحانه وتعالى جعل لهذه الاسره وهذا الشخص حاجته في حنفيه، وحد تاني الله سبحانه وتعالى انعم عليه بالمال ووفر في المال وعنده حاجه هو كمان فيقضي هذه الحاجه، فالله سبحانه وتعالى يقضي له حاجته من اشياء كثيره جدا، سواء كان مرض الله سبحانه وتعالى بيحفظه، قلب الله سبحانه وتعالى يرققه، بنت تتزوج، مريض هيشفى، ان حتى يبقى حد متوفى مقدر في رحمة له او مقدر له حاجه يعني شر، فصدقته دي بيصرف ربنا عنه. ان شاء الله بيصرف عنه. لان الصدقات بتصرف، اول حاجه انها تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى. واحنا واقعين بقى في ذنوب كتيره جدا وكل واحد فينا محتاج الكلام ده، عشان كده تلاقي ايات القران الكريم تكلمنا عن ان الله سبحانه وتعالى يعني اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها، والقلب ساعات بيبقى حصل فيه القسوه دي، طب انا الين قلبي بايه؟ صدقه بتلين القلب. بعدها ربنا سبحانه وتعالى يقول ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره، يا سبحان والله يقبض ويبسط. ايه يقبض ويبسط دي؟ يعني انا الله سبحانه وتعالى الذي قبض عن هذا وضيق عليه في الرزق هو الذي بسط عليك. الصفات جاءت من عند الله سبحانه وتعالى بمراد الله سبحانه وتعالى، والاختبار مختلف، انت الورقه بتاعتك اللي موجود في ورقه الامتحان بتاعتك غير الموجوده في ورقه الامتحان بتاعته، فاجابتك مختلفه عن اجابته، فاجابتك هي ان انت تساعده، دي اجابتك. تخيل لما تبقى اجابتك هو ان غيرك يحل كويس، يا سبحان الله، ده عند ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب قوي ان يشوف الامور دي، يحب يشوف ان الناس متعاونه مع بعضها، فيرغب في ده، لان امشي مع اخي حتى اقضي له حاجته خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهر، سواء أثبتت له أو لم تثبت، قضيتها ولا ما قضيتهاش. يعني النهاردة أنا بتكلم، أنا عملت المجهود أو عملت اللي عليا. أنا وحضرتك النهاردة بنتكلم وبندل الناس على عمل الخير، لما عمل الخير دوت يكون جي قدامنا والباب دوت جي قدامنا وشفنا إن احتياج ناس للمية موجود في مناطق كتيرة جدا، وفي مؤسسة قائمة على هذا العمل، ومؤسسة بتتحرى الناس اللي محتاجين فعلا، المؤسسة عندها يعني قائمة انتظار طويلة جدا وأماكن أنت مش تقدر توصل لها، ما دام من تيسير الله سبحانه وتعالى ليك. والحقيقة نبض الحياة لها من الثقة الحقيقة وبالبرهان وبالإنجازات الكثير، يعني ثقة المحتاجين فيكم كبيرة
وثقة الداعمين كبيرة الحمد لله. اللهم لك الحمد. حسنا حضرتك نشوف فعل آخر نبض الحياة بتتبناه، وإخواتنا الأفاضل اللي بيشوفونا دلوقتي هم أيادي الخير أو الأيادي العليا اللي السبب في إتمام كل ما هو طيب للسادة المحتاجين. نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع مولانا. وقف الزيتون المبارك بمؤسسة نبض الحياة مبادرة هدفها الاستثمار في الخير. العمل اللي يجمعه ما يفرقش دي بركة. العمل اللي يخلينا مبسوطين وفرحانين دي بركة. العمل اللي أنا أسعى له وأتحرك علشانه دي بركة. العمل اللي يخلي الفرحة مرسومة على وشوش كل الناس دي كلها بركة. العمل اللي أنا أتعب عشان أروح له ولاقي بعد كده التعب ده كله يزول دي بركة. وبفضل الله نجحنا في إنهاء زراعة المرحلة الثانية من وقف الزيتون على مساحة 50 فدان في سهل قروين بالفرفرة، والفرحة ملت قلوب المتبرعين اللي حضروا وشافوا زراعة شتلات شجر الزيتون. اسمي علي محسن من الأدوبية، جيت الوادي الجديد في رحلتي الجميلة مع مؤسسة نبض الحياة. هنا على أرض الواقع زرعنا بإيدينا شجر الزيتون. من الوقف النخيل لوقف الزيتون بزرع شجرتين زيتون لزوجي واخوه ووالدته. احنا جينا شفنا حياه جميله جدا واتبسطنا، احنا عملنا خير والخير ده ان شاء الله يعود علينا. وانت بتشوف في شجر الزيتون على التلفزيون بيكون لها فرح، ولما تقرر انك انت تشارك بيكون لها فرح، ولما بتنزل ارض البركات بيكون لها فرح، ولما بتقعد تمسك الشجره بنفسك وتحطها في الارض بيكون لها فرحه. اسم حضرتك ايه؟ عبد الوهاب شعبان، محافظه المنيا. جاي من المنيا لحد هنا مخصوص؟ يا فندم على اللي احنا بنشوفه طبعا من مؤسسة نبض الحياة على الخير اللي بتعمله وتشجعنا، وشكرا لمؤسسة نبض الحياة على الخير اللي هي عاملاه. شيء مشرف 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 الصلاة على النبي، يعني حاجة حقيقية احنا كناش متوقعين كده، ما كناش متوقعين ان الاستقبال او الحاجة اللي موجودة او الاستاف اللي موجود صلاة النبي، يعني صلاة النبي وربنا يجعله في ميزان حسناتهم يا رب. الناس صادقين وشفنا زرعتنا اللي فاتت والناس صادقين جدا جدا جدا. مؤسسة نبض الحياة ناس محترمين، وعملت لي وجوزي عمل لنفسه وعمل لوالدته وعمل لبوه الله يرحمه. كل شجرة تمت زراعتها هتكون صدقة جارية لصاحبها، وعائد كل شجرة هيصرف في كل حملات الخير اللي بتقوم بيها نبض الحياة. مع مؤسسة نبض الحياة خير ممتد وثوابه كبير. ما شاء الله، ده بقى إيه؟ إعانة الغير إلى ما بعد الموت. ربنا يدي الناس يا رب الصحة والعافية كلهم اللي كان ليهم نصيب. بس أنا بعين غيري دلوقتي وفي اللحظة الآنية اللي أنا موجود فيها، لا ده بعد ما يعني ننتقل كمان في صدقات باسمي. إحنا اتفقنا إن أوقات كتيرة جدا لما بأقبل على الصدقة بأقبل بالشكل الظاهر ليا، يعني أنا بأقبل عشان دي صدقة جارية، وأنا ممكن أكون مش عارف أبعاد الموضوع لحد فيه. لكن وقف الزيتون احنا مدركين جدا ابعاد الموضوع لحد فين، ومع ذلك لا نحصي ابدا كم الخير اللي ممكن يوصل لينا احنا مش بس يعم على الناس المحتاجين فقط، لا احنا المحتاجين احتياج من نوع خاص. ازاي ان ربنا سبحانه وتعالى فتح لنا باب ده؟ صدقه جاريه يعني ايه؟ يعني الانسان يلقى الله سبحانه وتعالى وصحائف اعماله ما زالت تكتب فيها حسنات. الوقف بيمثل هذا الامر. الوقف بيمثل أمان، أمان لكل محتاج، وكل حد بيبقى ليه حاجة في يوم من الأيام هتقضى من خلال هذا الوقف. لأن وإحنا رايحين بنزرع بنبقى مستحضرين قوي إن أنا مش بغرس مجرد شجر عادي، أنا بغرس فرع هيطلع منه للمسجد، منها للمسجد، بغرس وصلة مية، بغرس بقر بيتبني، بغرس بنت بتتجوز، بغرس حد بيتعلم، بغرس حد بيكشف وبنجيب له علاج، بغرس مستشفى ممكن تتبني، بغرس بيوت ممكن تتعمر بسبب ده. فاستحضاري للمعنى ده هو اللي بيخليني ان اشعر ان الشجره دي هي بمثابه عمري اللي انا برويه. عمري بقى هيمتد لحد فين وهيعيش قد ايه، وانا ايه الخير اللي هيطلني منه، وانا في قبري ايه الانوار اللي ممكن تجيلي من ده. في دعوات ممكن توصلني، دعوات ممكن توصلني وحاجات بتقضى على يدي الله سبحانه وتعالى سخرني. أيوة. عشان كده كان من أكبر منة من الله سبحانه وتعالى ومن أعظم الامتنان اللي ربنا سبحانه وتعالى امتن علينا به إنه جعلنا نعيش أيام زي دي
قدامنا وقف لسه بينشأ، لسه في بداية في بداية المرحلة المشروع الثامنة بقى إن شاء الله كمان لسه جاية. إحنا كل ده أنت لسه في المراحل الأولى، لأن لما نلاقي النتيجة قدام عينينا هنلاقي إقبال الناس أكتر من كده كمان ما شاء الله يعني. لا وفي إقبال أنا كل مرحلة بحس إن العدد بيتضاعف. الناس أنواع، في ناس بتبقى مدركة قوي الخير جاي من الباب ده فبشارك فيه وأكون من أول المساهمين. وفي حد تاني بيفضل متشكك لحد مرحلة والتانية والتالتة والرابعة، وفي حد يفضل متشكك لحد لما النتيجة تظهر وتطلع ويندب على اللي فات، وفي حد بيبقى مشارك من أول المرحلة ما قبل الأولى أيام ما كنا في وادي نطرون أي. ويشارك في المرحلة الأولى في وقف النخيل والتانية والتالتة والرابعة والخامسة والستة والسابعة. أيوة في ناس عشان مشاركين في جميع المراحل ما شاء الله عشان ومنتظرين المرحلة الجاية. عشان كده أستاذ ربنا سبحانه وتعالى امتدح أهل السبق، قال والسابقون أولئك المقربون. يا سلام. اللي بقى ما أنت إحنا اتفقنا في ناس وإن منكم لمن لا يبطئ، فاللي بيتباطأ ده بيندم. إحنا النهاردة أنا وحضرتك من كام يوم كنا بندعو الناس للمرحلة التانية اللي هي خلصت في وقف الزيتون، قاعدين النهارده بندعو يا جماعه في مرحله ثالثه ان شاء الله باذن الله تعالى في شهر 10 احنا بنجهز لها. دي الدعوه بتاعتنا اللي احنا وفي كمان نخيل فاللي عايز حالا ما يتباطاش بقى، كفايه ده احنا مراحل اهو. أيوة مرحله وصلنا للثامنه، هيتواصل معانا على 15 740، وطبعا في مكاتب البريد وطبعا في بنوك، لكن انا شخصيا كده لما تسالني هقول لك الاسهل بالنسبه لي اتصل وتعالى حضرتك من فضلك شرفني، انا معايا عايز اعمل نخله، عايز اعمل اثنين، عايز اعمل 10، او اتصل اسال انا اقرب فرع بنك مثلا ليا اروح فين، بنك ايه اروح، فيعني مفيش حجه. وربنا يعني زي ما قلت قبل كده قد نكون احنا وسيله لاعلام حضرتك، يمكن ما تكونش واخد بالك، يمكن ما تكونش عارف، يمكن انت تبقى سبب في ان غيرك يعرف. والفرص متاحة قدامنا، ولسه يا رب يعني يديك طولة العمر وتتصدقوا وتعملوا وتشاركوا في وقف في كل مراحله اللي جاية كمان كلها، زي إخواتي اللي شاركوا من أول وادي نطرون لحد النهاردة، ودول يعني وزي إخواتنا اللي وبيهم يا أستاذ احنا بدأنا وقف الزيتون. أيوة ما هو انت معاك، احنا بدأنا وقف الزيتون واحنا في المرحلة السادسة تقريبا كانت المرحله الاولى في وقف الزيتون، موافقه للمرحله السادسه في وقف النخيل. ما هو انت كان معاك دول في اول ما قلنا احنا في مبادره جديده، عرف بالمبادره الجديده، عرف بالوقف المبارك وقف الزيتون فساهم مشارك. هل احنا هنتوقف؟ لا يا اكيد رب ما نتوقف. لسه عندنا أبداً. حاجات تانية باذن الله تعالى، وممكن ابواب تانية تتفتح لنا في باب الخير. فطول ما انت مع صحبه الخير هتلاقي نفسك بتمشي، الخير بيجر بعضه. واحنا اتعلمنا كده في الاثر، الحسنه تقول هذه اختي هذه اختي، انا ماشيه ورا اختي. الله. الحسنه بتجيب حسنه، لكن لو الانسان صرف نفسه عن هذا الامر هو المحروم والله. واحنا دعوتنا النهارده دعوتنا من منطلق ايماننا بالعمل اللي احنا بنقوم بيه، وحرصنا على ان احنا يعني ننال الثواب والاجر من الله سبحانه وتعالى، ان احنا ننال بركه ان احنا دلينا الناس على عمل الخير، فالدال على الخير كفاعله. وبعدين احنا النهارده بنشوف دلوقتي ان الوقف معانا تطور بشكل كبير جدا، في انه تعدى فكره ان انا بعمل لنفسي بس، ده الناس بتهادي بعضها بيه دلوقتي يا استاذ. ايوه لان كمان وقف الزيتون هو ذكاء كمان حقيقه. احنا قلنا قد يتعذر على البعض انه يكون 5000 جنيه عشان يعمل نخل، وقف الزيتون الشجره ألف جنيه. ولو اخذت 10 شجرات هل ده مازال ان ياخد شجره هديه حسب ما تعاقدت نبض الحياه مع بتاخد منه الشتلات فيعني نفس الاسعار ما بتغلاش، فده يعني فضل من ربنا والله الحمد لله. كل حاجه بتغلى الا الصداقات اهو زي سعرها ثابت. لا يعني بس الاجر بتاعها برضه بيغلى، لانه والله يضاعف لمن يشاء، فمش ثابته بقى. لا مش ثابته ابدا، لا ثابته عندنا احنا في الارض، لكن في السماء ان شاء الله ربنا يضاعف للجميع. بشكر حضرتك جدا شرفتني وانا الله يكرمك يا استاذ. شكرا موصول لحضرتك والساده المشاهدين. 15740 ده الرقم الساخن لمؤسسه نبض الحياه. للاسف الفقره خلصت، استنوني الفقره الجايه ان شاء الله هتعجب. الفقرة دي فقرة يعني سعيدة جدا بس محرجة
من ضيوفي لان انا كل مره بدبسهم واحنا على الهواء، لو سمحتوا تعالوا تاني. فدي كانت التدبيسه الثانيه، فيعني شرفوني وانسوني ونوروني، وده دليل محبه لحضراتكم ودليل ان الناس دي فعلا عايزه تفيد حضراتكم، والناس دي فكره الالم هو ده شاغلهم الاكبر، وفكره التعرف على احدث اساليب علاج الالم في العالم علشان يجيبوها لنا مصر. فدي يعني ربنا يجازيهم عننا كل خير وينفع بيهم وبعلمهم. وبيشرفني دكتور سامي أنديل، استشاري أول علاج آلام المفاصل والعمود الفقري بدون جراحة، المشرف العام على مركز قصر الشفاء لعلاج الألم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ازيك يا دكتور؟ الله يخليك. مرة فتحتك اشتغلت معايا مذيع في سؤال، فأتمنى النهاردة يبقى فيه برضو نفس المشاركة. إن شاء الله. إن شاء الله. بيشرفني كمان دكتور يوسف سراج الدين، استشاري جراحة العظام والكسور وعلاج الألم. دكتور أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. شرفتنا وأنستنا. شرف لي يا فندم. دكتور احمد شعبان، استشاري علاج الالم بمركز قصر الشفاء. دكتور اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. شرفتنا وانستنا. وما شاء الله يعني صيتك ملعلع في الصعيد وكل خط الجنوب ده، يعني ممتنين لحضرتك جدا. ربنا يكرمك يا رب، وربنا يزيدك قلق ونجاح. ربنا يخليك. ويعني تخدم المرضى بتوعك وتساعدهم ان شاء الله على الشفاء. شكرا يا حبيبي. الف شكر. طيب هنرجع للحاجة المهمة قبل، عشان قبل ما الفقرة تخلص احنا لسه بدايتها، فنقول كده ونمزمز ان قصر الشفاء ودكتور سامي أنديل الحقيقة من اكتر من يعني نقول سنتين، داخلين في سنتين اهو، كنت ابتزيته كده في حاجة، قلت له دكتور ممكن نعمل اي خصومات؟ فبالفعل الحقيقة ما ترددش واعلن الخصومات اللي هنقولها تاني دلوقتي، وكانت المسألة كلها لمدة شهر رمضان اللي قبل اللي فات، يعني من سنتين. توقعت كان كل مره بيشرفني فيها فاقول له اخبار العرض ايه، شهر خلص بقى، فقال لي لا نمد كمان شهر، نمد كمان شهر، نمد لاخر السنه. فتيجي بقى السنه تخلص اقول له يا دكتور، فيقول لي نسيبها على الله هنبتدي السنه الشهر الاول من السنه. ما شاء الله لحد النهارده والى ما شاء الله في خصومات دكتور سامي هيقولها لنا دلوقتي، ومش هيتراجع، ويا رب ندعي كده ربنا يزيدك يا رب من فضله ومن نعيمه. وانت بنفسك قلت لي فضل الله عليا كبير جدا جدا، بعد ما حضرتك الخصومات يعني ما قللتش من 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 مدخولاتك الماديه، انت بتقول لي بالعكس ده ربنا فرجه عظيم. ونقول الخصومات ونقول بقى، بصي هو مش شعارات ولا كلام والله ابدا، مع العلم ان انا ممكن كنت اقول مع حضرتك من حلقتين فاتوا او من ان احنا عملنا عرض وخلاص، يعني الناس اللي فاكر او اللي فاكر او اللي شاف وجت بالصدفه وهيجي يقول انا شفت العرض وقلت كذا كذا. ولو احنا مش ملتزمين بهذا الكلام انا ممكن ما نعدوش كل حلقه، انا كل حلقه بقوله ومن خلال حضرتك، فده دليل ان احنا الحمد لله رب العالمين ملتزمين باللي احنا بنعمله. خلصنا 2023. الكلام ده ما فيهوش فصال، معلش انا اسفه، يعني حضراتكم بنفسكم وانا مسؤوله، ولو اني يعني انا يعني بره المسؤوليه، لكن العروض اللي بتتقال والخصومات اللي دكتور سامي أنديل بيقولها، يقينا انا عندي يقين انه في اي مركز من مراكز قصر الشفاء في اي محافظه اللي هيروح ويقول لي لا الكلام ده مش صحيح وما فيش حاجه اسمها عروض، من فضلكم يبلغني، لان انا يقينا هتجربوا بنفسكم العروض اللي هتقال او الخصومات ما زالت حتى هذه اللحظه. طبعا ما بقول لحضرتك انا كل حلقه بقولها، والحمد لله رب العالمين اول ما المريض بيقعد قدامي ونخلص النقاش، او دكتور يوسف او دكتور احمد اي حد طبيب قبل المريض، بقول له احنا النهارده جلسه البلازما، وبعد شهر هتيجي تعمل جلسه مجانا من قبل. مجانا طبعا الكلام ده بيتقال والمرضى بيسمعوه، وانا دلوقتي ربنا يشهد على هذا الكلام، انا او غيري او دكتور يوسف او اي حد بيقول للمريض انت هتعمل جلسه النهارده اول جلسه ليك، وهتطلع بعد الشهر هنتصل عليك، احنا هنتصل عليك نجيبك عشان تعمل جلسه مجانا. انا بقول المريض هو قاعد معايا في اوضه الكشف. الحاجه الثانيه وبرده الناس سامعاني وبتشوف، المريض على الفايل بتاعه بيتكتب له انت النهارده جلستك هتتكلف كام، الجلسه الجايه مجانا، الثالثه كام، الرابعه مجانا، بيتكتب له على الفايل والمريض بيصور الفايل. فالحمد لله رب العالمين، انا بقول لحضرتك ده التزام. تمام. ويا رب يقوينا ان احنا نعمل 24 كلها ان شاء الله يا رب، ومحدش عارف 25 حضرتك هتعمل فينا فينا ايه. يا رب يعني انا واثق. شوف انا برضه اهو احنا الواحد مش ان شاء الله 25، بس مش عارف حضرتك هتطلب ايه في 25. والله يا فندم يا رب نكون لسه عايشين، وانا بقول لكم اهو حتى لو مش موجوده على الدنيا انا واثقه ان دكتور سامي ان شاء الله، انا واثقه، اتمنى من ربنا ان شاء الله يخلينا نواصل، لاني بامانه الكلمه دي بقولها وبرضه مش شعارات والله،
فعلا هذه جزء من التجاره مع الله. ثانيه واحده، انا شايفه هو قدامي بعد اذن الدكاتره يعني دكتور احمد، طيب اشرح لي والنبي ايه اللي بيحصل ده؟ اللي بيحصل هنا اللي واضح قدامنا ان ده جهاز السنترفيوج او جهاز الفصل المركزي الخاص اللي احنا بنستعمله عشان نفصل ندخل الدم بعد ما بنسحب العينه من المريض، بندخل على الجهاز دوت بنحط العينه الاول في انابيب معينه بتبقى فيها مواد كيميائيه معينه بحيث انها تحافظ وتساعد في عمليه الفصل بتاعه البلازما، بنطلع حاجه اسمها البلازما الغنيه بالصفائح اللي هي ظاهره قدام حضرتك على الشاشه اللي بتتسحب في خلال الانابيب دي بعد اذن حضرتك بتتجمع انا بجيبها انا مثلا بشتريها؟ لا لا دي انابيب مجهزه حاجه متخصصه خالص، وهي دي اصلا مهمه جدا ان احنا نعرف ان مش اي انبوبه تنفع تستعمل لهذا الامر، هي انابيب مميزه مصنعه خصيصا لهذا الغرض وبتيجي بطرق معينه والحقيقه مرتبطه شويه بالاستيراد والكلام ده. فده طب انا عايز اقول برضو حاجه للناس، الناس الافاضل دي اللي عاملين الخصومات دي، حد يقول لي طب ما يعني يزودوا شويه المبلغ اللي حضرتك بتدفعه، يعني جلسه انت بتدفعها والتانيه مجانا، انت بتدفع تكاليف لان دي مش اي انبوبه والسلام، لا دي انبوبه بتدخل في جهاز معين مستورد من الخارج والانبوبه دي مستورده من الخارج فبارقام بالدولار طبعا حضراتكم عارفين، فدي تكاليف. المواد اللي بيتم اضافتها للدم عشان يفصل دي تكاليف تانية، يعني في تكاليف لمشروع حضرتك في العلاج عشان بس تبقوا عارفين. ومع ذلك الناس دي والله ما بتكسب، الناس دي بتكسب دعوات طيبه وبيكسبوا بقى من اشغالهم وهم يعني دكاتره في مستشفيات مختلفه وكده، لكن بالنسبه لقصر الشفاء لان هم راحوا لحضراتكم في كل المحافظات وعارفين الاعباء اللي حاصله فبيبقى اهي الاجهزه اهي وكل ده زي ما بقول لحضراتكم مصاريف. طب اقول لحضرتك لو الفيديو ده معمول في انجلترا هتصدقيني؟ الفيديو اللي احنا كنا بنشوفه حالا دلوقتي فصل بلازما وايده الدكتور بتسحبه وبتحن المريض معمول في انجلترا، عايزك نعيده تاني ونشوفه. ممكن هتشوفيه؟ طيب 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 لما نشوفه دلوقتي التقرير ده من فضلك على الحته الاخيره حتى بعد اذن حضراتكم لو ينفع ان شاء الله. كتر الف خيركم، هيعيدوه لنا دلوقتي. اهو يعني الحمد لله رب العالمين طريقه الفصل قدام الناس هيت، والحق لو عدينا بالوقت لو قلنا ثانيه ثانيتين ثلاثة أربع ثواني خمس ثواني احنا حقنا بفضل الله الجهاز ده بتاعنا والايد دي ايده الدكتور ودي ايدي انا ايدي انا وانا اللي عامل الحاجات دي. طب اقول لحضرتك حاجه، انت عارف ايه اللي لفت نظري؟ انت حضرتك دخلت السن في الركبه، الركبه ما اتحركتش وانا بفضل الله ده ايدي انا من 7-8 سنين الكلام ما ده ما شاء الله عليك. الله يزيدك. انا فاكر المريض ده كان مريض سعودي كمان، الله يزيدك وبفضل الله يعني الحمد لله، ودكتور يوسف يشهد يعني. دكتور احمد عندهم من كل الجنسيات في الدوله العربيه كلها الحمد لله رب العالمين متواجده عندنا. وشكرا حضرتك شرحت لنا فكره الانابيب وفكره الحاجات دي لان فعلا برضو دي نقطه مهمه جدا، يعني هتسمعي كتير ان تلاقي المريض يجي يقول لك انا حقنت بلازما قبل كده يا دكتور مرتين وثلاثه وما جابتش معايا نتيجه. صح. ما هو فكره ان انا بحقن البلازما، ما هي البلازما انا لو جبت انبوبه الدم وحطيتها لمده ساعه واقفه اريكت كده من غير اي حاجه هتفصل ماده صفرة فوق كده والدكتور يقول لك هي دي البلازما وتتحقن. الفكره في ان البلازما اللي احنا بنحقنها ليها طريقه معينه في الفصل وليها جهاز معين في الفصل عشان نقدر نطلع البلازما يكون فيها الصفائح الدمويه. شكرا لذكاء ملاحظه حضرتك اللي انت وجهتها، مش اي حد او اي مكان فكره حقن البلازما هتجيب نفس النتيجه. بالظبط. احنا بنقول ان ده مركز قصر الشفاء والدكاتره الافاضل متخصصين في كيفيه الفصل باجهزه معينه وباضافات على البلازما طبيه معينه من الخارج. يا فندم ده الأنبوبة نفسها اللي بتيجي، الأنبوبة بتختلف في طريقة الفصل بتاعتها في عدد الدقائق اللي لازم تدخل جوه الجهاز والسرعة اللي الجهاز بيشتغل عليها، لو زادت هتتكسر الصفائح الدموية ولو قلت مش هتترسل. أيوة الحمد لله رب العالمين وحدة الفصل عندنا فيها 3 أطباء قاعدين، اللي بيسحب واللي بيفصل واللي بيعد السرنجة. حتى الدكتور سامي عد الثواني، قعد يعد 1 ثانية 2 3 قعد بيعد ثواني وهو بيحقن كمان. عشان كده برضو تسمعي يقول لك المريض لا 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 أنا رحت قبل كده وحقنت البلازما قبل كده وما جابتش اي نتيجه. ما هو الفكره مش ان انا احقن بلازما وبس، لا يبقى حضراتكم تحاسبونا، تحاسبوا قصر الشفاء اذا قصر الشفاء البلازما اللي فيها ما لناش دعوه باخرين. يعني الدكاتره دول ما لهمش علاقه باخرين حقنتوا عندهم، انت هتبقى عندك تجربه هتدفع الجلسه والتانيه مجانا، جرب وهتشوف النتائج ايه وباذن الله النتائج خير لان التقارير بنشوفها وهنشوفها دلوقتي هي اللي بتقول. فنشوف التقرير ونرجع مع الدكاتره الافاضل.
انا كنت الاول مش قادره امشي وكانت رجلي ورمه اصلا. من تالي الجلسه الحمد لله حسيت بتحسن وقمت بمشي وبتحرك. والله انا كنت تعبانه وجيت حقنت اول مره حسيت بارتياح وثاني مره برضو والحمد لله والبركه في الدكتور سامي. انا حقنت ظهري وركبي حجم البلازما ما شاء الله تبارك الله علاج طبيعي من ربنا سبحانه وتعالى. انا جبت النهارده خالتي واختي. من اول جلسه ربنا كرمني ومشيت على رجلي وخفيت والله من اول جلسه. من اول ما جيت وحقن لي رجلي الدكتور سامي عندي انا حسيت بتحسن كبير قوي. واقسم بالله انا جايه هنا شايلني عندي قطع كل في الغضروف الركبه اليمين وبعد كده خدت 4 جلسات بصت ايده واقسم بالله كمان مره وقلت له انت شافتني بامر الله. انا النهارده عند الدكتور سامي جنديل عمل لي ملازمه وعمل لي حجمه. اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. انا بقالي 15 سنه قاعده على الكرسي وبصلي وانا قاعده على الكرسي وباكل وانا قاعده على الكرسي. واللهم صل على النبي مسافه ما خدت الحقنه مشيت زي الحصان اهو انا اهو انا اهو. رجلي ده بتقطع وبتوجعني وما اقدرش اصلي كده غير وانا قاعده. الحمد لله حقنت رجلي مره ومره تانية وبقيت كويس. اخذت 3 جلسات. اول جلسه طبعا بلازما والجلستين التانيين كان مره بلايين مره اكسجين. لا ما شاء الله من تاني جلسه بدا يتحسن يبان اكتر الحمد لله. كنت داخله ايه هعمل عمليه والحمد لله لما جيت حقنت رقبتي 2006 وانا تعبان جدا من عده انزلاقات غضروفيه. فبصراحه جيت خدت جلسه حسيت بفرق والله العظيم بما يرضي الله يعني لا يقل عن 75-80% بامانه بما يرضي الله. اول ما خدت الحجم ده عند الدكتور سامي ربنا عاجل بالشفاء والحمد لله والله ودكتور كويس. كنت بعاني صعوبه في المشي وفي الطلوع وفي النزول. عملوا لي اول حقن استرحت عليه جدا. انا كنت تعبانه جدا 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 وركبي اللي بقدر انام بألم واقوم بألم وامشي بألم. وفعلا لما خدت العلاج رجلي الشمال الحمد لله والشكر لله انا نفسي بقيت مش مصدق ان انا بمشي وده هيشجعني ان انا احن الركبه اليمين. عندي خشونه جيت وكشفتها والحمد لله اخذت الحقن الاول واخذت الحقن الثاني وكل مره بتحسن. كنت بقدر اطلع خطوات السلم حقنت ظهري وداري ارتاح الحمد لله. كان عندي خشونه في ركبتي وكنت كل ما اتحرك رجلي كانت بتتعبني وبتقطع كتير. عملت حقني دلوقتي مرتين ودي المره الثالثه الحمد لله بدا في شفاء الحمد لله احسن من اول كتير. انا كنت جايه تعبانه والله هنا قوي 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 وكنت جايه بكرسي وبعدين الحمد لله حقنت اول مره احسن. تاني مره كانت احسن خالص. انا عامله تثبيت فقرات مرتين سمعت عن الدكتور سامي. رابع مرة أخذ الحقن ما شاء الله ما شاء الله. كان عندي تليف جامد جامد حوالين العمود الفقري حوالين المسامير وبقيت مرتاحة والحمد لله. ألم في الظهر بسبب تأكل في الغضروف والحمد لله بعد أول حقنة أنا استريحت بنسبة كبيرة جدا. كنت بشتكي من خشونة جامدة في ركبي. حاليا أنا خدت جرعتين هنا بلازما الحمد لله رب العالمين. وبعدين الحقن ما بيوجعش ومنتهى السهولة. كنت أعاني من ألم في ركبتي والكتفي. أنا الآن في أحسن حال بفضل من الله وبفضل دكتور سامي. اسمحوا لي أعلق أنا على التقرير ده. أنا أسفة على حضرتكم مش علق طبي ولا. أنا عايزة أقول تحية لكل ابن أو ابنة بالذات للأفاضل كبار السن اللي بيقولوا كانوا بيشيلونا على العجل. أي ابن أو ابنة خد والدته أو خدت والدتها وودتها عشان تعمل حقنة ربنا يجازيكم خير ونعم التربية. بدل ما أمي تبقى تعبانة وأشوفها وانزل أروح أجيب لها مسكنات وأدفع قد كده مسكنات. طب ما أنا أجمع حق المسكنات دي وأعملها جلسة وتشوف النتيجة، خاصة أن الجلسة التانية هتبقى بلا مقابل مجانا تماما. يا جماعة الله يجازيكم خير. دعوة أمك أو أبوك ليك دي بتفتح لك السكك. وأنا مش بتكلم طب بقى دلوقتي، يعني فرحة الناس الكبار اللي الست اللي قاعدة وعمالة تتكلم وتقول الحمد لله. بتقول واحد قال بصوا أنا قمت أهو واحد بزغرطها. الفرحة دي اللي أنت فرحتها لأمك أو 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 اللي أنت فرحتيها لأمك الله يجازيكم خير. وما نستناش على أهالينا. أنا شايفة أمي مش قادرة تقوم. أمي مش يا أخي عشان تصلي لك عشان تصلي ربنا وتركع وتسجد وتدعي لك. خلوا بالكم من بابا وماما ويعني في رقبتكم شالونا كتير فنشيلهم بقى شويه.
انا اسفه ان انا لا بس الله عليك والله. لا والله لان انا فعلا لما بشوف ابني جاي مع مامته فعلا فعلا انا بحس بحاجه جميله قوي. البر الوالدين ده يا بخته اللي عنده ام ونت. ايوه يا بخته اللي عنده ام وعنده اب هيستفاد منها كويس قوي. اه طب حضرتك يعني دمعت مش عايزين يعني لا فارجوكم البر الوالدين فرصه هدية غير عاديه. هديه لوالدتك هديه جلسه قول لها انا يا امي عزمك على جلسه بدل ما المسكنات يعني هتجيب لنا مشاكل اكبر وفي سكك تانية. فكل واحد فيكم هديه لماما جلسه والتانيه مجانا. وشوفوا الدعوات وشوفوا الخير الخير اللي هتجيبوه باذن الله ربنا هيبعت لكم خير كبير جدا جدا. دكتور اسمح لي اسالك سؤال على فكره ان انا خدت جلسه النهارده هل لازم استنى شهر عشان اخد جلسه ثانيه؟ طب انا كمريض انا عايز اخلص فممكن اجي لك بكره وبعده وبعده اخلص اربع خمس جلسات ورا بعض عشان اخلص واخف بسرعه ولا ايه؟ طب بص انا اجاوبك على السؤال ده بشقين. الشق الاولاني دي بروتوكولات طبيه مش احنا اللي بنحطها. يعني احنا يمكن لغايه 2022 كان البروتوكول بيقول ان احنا الحقن بيبقى من 15 ل 21 يوم نقدر نكرره. أوه. وبعدين في بدايه 23 البروتوكول اتغير فاحنا لازم نساير البروتوكولات أوه. الطبيه العالميه اللي محطوطه مش بمزاجي انا كمريض مش بمزاجي. طب اشرحها للمريض ازاي؟ ما هو الهدف من ان انا بحقن البلازما ديت انها بتعمل اعاده بناء للسطح المفصلي فانا عايز احقن الجرعه واديها فرصه انها تبني. لكن انا لو اديتك جرعتين 3 4 ورا بعض طب فين الفرصه اللي انا اديتها للبلازما عشان تبني او عشان انها تبدا تاخد الاكشن بتاعها. فهو الهدف من الانتظار ما بينهم اولا عشان ما اكومش او ما اديش حقنات زياده فابدا اعمل الام للركبه. ثانيا عشان اديها فرصه انها تبدا تعمل الوظيفه يعني اللي انا حقنتها بيها. شوف لنا واسطه بس عند الدكتور يخلصني اربع خمس جلسات ورا بعض عشان أخلص. والله ده لمصلحه المريض يعني حتى بالظبط. والبروتوكولات هم بيقيسوها يعني المفروض ان انا حقنه البلازما بالكثافه المعينه ديت لما احقنها المده ديت بتاخد فتره قد ايه تفضل شغاله وتبدا تبني وبعد كده ابدا اعززها بالجرعه الثانيه فتبدا تكمل عمليه البناء. فهي المشكله ان هي مقاييس طبيه محدده مش اختيارات انا اللي اعرف اعملها. تمام تمام. واحنا اللي قدامنا ده برضو المواد الجيلاتينيه اللي هيالورونيك اسيد والتطور بتاعه يا فندم من اول ما بدا من اول الحقنات اللي هي كان اسمها مالتيبل شوتس ان انا بجيب بتبقى ماده زيتيه خفيفه شويه بتتحقن من 3 ل 5 مرات كل مره بيبقى ما بينهم اسبوع. بعد كده تطورت وبقت بتتحقن اللي هي السنجل شوت او الحقنه الواحده وبقت بتتاخد مره حسب كثافتها وحسب الماده التصنيعيه اللينكد والنون لينكد لغايه ما وصلنا للدرجه الاخيره خالص اللي موجوده ديت اللي بتتعمل بالذكاء الاصطناعي والاي اي. بدات تبقى الكثافه او الجزيئات بتاعتها بتقدر تقعد في الركبه لمده اطول شويه قبل ما الجسم يبدا يعمل لها امتصاص ثاني وبيبقى فيها خاصيه او حاجه اسمها الانتي شوك انها بتبقى موجوده كماده جيلاتينيه بدل ما بتعمل لوبريكانت او تزييد بس لا بتبقى اكثف شويه فبتبدا تعمل امتصاص للصدمات اللي بتبقى موجوده بين العضمتين حاجه تقلل التاكل والاحساس بالالم والطرقعه اللي موجوده في الرجل واحنا بنعمل عمليه البناء بالبلازما فهي ماده مساعده وليست ماده بديله. في فرق قوي بين ان انا اقول انا هاجي اخد ديت فاقعد 3 سنين كويس وفي فرق بين ان انا هاخد ديت هي 3 سنين بتحميل اللي انا ببنيه. أيوة. في فرق كبير بين الاثنين يعني عشان بيجي مريض يقول لك انا عايز اخد الحقنه من 3 سنين وما اجيش ثاني واخف هي ماده مساعده احنا أيوة. شفنا البلازما هي اللاعب الرئيسي او العامل الرئيسي في عمليه البناء اللي بتعمل البناء للسطح المفصلي بس بدانا ندخل الاكسجين النشط او البرولوثيرابي او الستيم سيل الخلايا الجذعيه او حتى الهيالورونيك اسيد عالي الكثافه اللي موجود معمول بالاي اي دوت دي مواد بتسهل وبتسرع بتطول عمر البلازما اللي عملناها وبتاثر فتره العلاج يعني المريض لا انا زي ما حضرتك قلتي ما اقدرش اقصر عدد المسافه ما بين الحقنتين لكن اقدر اقصر عدد الحقنات بان انا ادي عوامل مساعده تزود كفاءتها اعمل لها زي ما احدهم كان قال لي مره الاستاذ احمد الله يمسيه بالخير قال اخلي الحقنه تربو بدل ما اخليها تشتغل بكفاءه مثلا 50% لا اقدر اوصل الكفاءه بتاعه الحقنه ل 70 و80% بالمواد المساعده اللي احنا بنحقنها معاها. تمام. دكتور برضو عايز اسالك سؤال سريع حاضر هنعرف تقريحات بس هل كل مريض له بروتوكول علاج مختلف يعني ممكن انا كمريضه اجي عند حضرتك فتقولي لا انا محتاج تحاليل كذا او محتاج اشعه كذا ومريض تاني حالته واضحه فانت مش محتاج ولا كلنا لازم في اساسيات في حاجات ألف به اللي هو بنبدا بيها اللي هي صوره الدم ومعامل الالتهابات ديت بحيث ان احنا نحدد نسبه الصفائح الدمويه نحدد نسبه الهيموجلوبين نشوف لو في حاجه تمنعنا او المريض ده هيستفيد ولا لا وبناء عليه برضو ان احنا بنبدا نحدد عدد لفات الجهاز دي برضو حاجه بتساعد في فصل البلازما عشان نطلع البلازما الغنيه بالصفائح عشان نحدد اقصى فايده للمريض.
ده جزء. الجزء الثاني ان احنا بنحتاج الاشعه عشان نحدد احنا في الدرجه الكام عشان بناء دي الالف ب. بعد كده بقى في بعض المرضى بيحتاجوا حاجات تانية. في مريض تاني ممكن يبقى عنده روماتويد فده ياثر علينا. في مريض تاني يبقى عنده مشاكل صحيه مزمنه، امراض بطنيه مزمنه، دي برضو بتاثر على عمليه الحقن. فاحنا لازم نحدد. بس انا مش كده ايه اللي هو يلا والنبي حقني وخلاص يعني. ما انا برضو لان انا كمريض انا عايز اخلص، انا مش هستنى يا دكتور حقني ونبقى نشوف بعدين بقيه الحاجات. لا بنحتاج الاساسيات ونشوف. انت عارفين انا كمصريه اقول لهم يا طب حقني الاول بعدين يعني انا عايز اخلص. فلا نلتزم ونسمع كلام الدكاتره، مش اسمها يلا اعمل كل 3 4 ايام جلسه عشان اخف بسرعه. نسمع الكلام. هستأذنكم نشوف تقرير ونرجع. عندي سؤال برضو مهم جدا لدكتور سامي قنديل، فبعد التقرير ان شاء الله. صراحه انا رحت سوهاج ورحت اسيوط ورحت ببصر واسكندريه ما تلاقيتش علاج. الله يبارك له الدكتور سامي، الحمد لله رب العالمين. اول حاجه ان انا رجلي بقت تتني وتفرد لوحدي، ما كنتش بقدر امشي، بس الحمد لله يعني حقنت وفي تحسن كتير. كل مره للدكتور يقول لازم تعملي عمليه تغيير مفصل. اول حقنه خدتها الحمد لله بقت يعني نوعا ما، كنت الاول ما بقدرش اقوم او اتحرك. تاني حقنه لقيت ان انا اتحسنت وبقت كويسه. رحت للدكتور في القاهره فقال لي لازم تغيير مفصل، لقيت الدكتور سامي بيتكلم، جيت حاجات حقنت المره الاولانيه ما شاء الله. انا ما كنتش بقوم من على السرير ولا بعرف انام على جنبي ولا اتحول من جنب لجنب ولا الركبه دي اعرف اتنين ولا ادخل الحمام، انا بعكزين في ايديا كده. من اول حقنه انا مشيت من جايه من المره الثانيه اهو جايه من غير عكاز. الدكاتره قالوا انت مالكش علاج غير عمليات مفصل في الركبه. بالصدفه بفتح التلفزيون لقيت الدكتور سامي، رحت الحقيقه ابتديت اخد حقن في الركبه الحمد لله رب العالمين. ابتديت امشي بالعكاز اي نعم، بس بمشي مش بمشي خالص. كنت تعبانه جدا ما اعرفش امشي، لازم يساندوني. جيت حقنت الحمد لله، والحمد لله والشكر لله. رحت العمره اديت المناسك كلها الحمد لله زي الفل. والله والله ما كنت بعرف اخش الحمام ولا كنت بعرف اتحرك، وكنت بصوت ليل مع نهار. والله بتكلم بصدق وبامانه، ما حد روق رجلي ولا رواني الا الدكتور سامي. 15 سنه كمان بشتكي من الم في ظهري، وكل ما اروح دكتور يقول لي في عمليه. بس انا اول ما حقنت حقيقه مره واحده عند الدكتور سامي الالم راح خالص. انا مستغربه بصراحه. كنت بعاني بالم شديد في الكتفين، ولدرجه انا ما كنتش بقدر ارفع دراعي. الحمد لله بعد الحقن دلوقتي بقى تحسن كبير جدا. وقعت على ظهري، فالوقعه دي تعبتني جدا، وحسيت ان انا رجعت تاني لنقطه الصفر. والحمد لله يعني انا حقنت من شهر بالظبط، وجاي النهارده استشاره، وانا بقول للدكتور ان انا رجعت شغلي وسافرت وبتحرك طبيعي جدا. عملت حقنه لظهري وبامانه، اقسم بالله اني اول حقنه انا خدتها بعدين ما حسيتش بأي آلام تاني. رحت التنميلة اللي كنت أحسها في رجلي، وبقيت أعمل أي حاجة عادي، وبقيتش أحس الآلام اللي كنت بحس بيها في الأول. كنت تعبان قوي في رقبتي، وجيت أنا للدكتور قصر الشفا وحقنت أول مرة وثاني مرة وثالث مرة ودي الثالثة، والحمد لله مية مية. كان عندي انزلاق غضروفي، وكان عندي الفقرات القطنية الخمس فقرات كان فيهم تآكل. شفت الدكتور سامي، اخدت الحقنات البلازما يعني قبل كده، والحمد لله بدات اتحسن كتير كتير يعني الاول بصراحه. دلوقتي عايزه اسال دكتور سامي سؤال. الحقيقه ان اكتر حاجه مشهوره في علاج الالم في مركز قصر الشفاء حضرتك بتعالج الركب. في ناس العمود الفقري الم مرعب في الفقرات العنقيه وتحت، وفي ناس كتفها، وفي ناس منطقه الحوض طبعا. بس قبل دول بقى، انا في حد المساعد بتاع دكتور يعني في وهو التقييم بيحصل دخل شو قال له فلان فلان، قال له بس قول له عايزين نلحق قبل ما يحصل اي في ان. انا بقى قلت ايه، اساله كده دلوقتي ولا اساله ساعه ما احنا على الهواء؟ فلا عشان حضراتكم برضه تفهموا معايا، لان كان ممكن اساله والتقرير شغال فيجاوبني، فانا عايز اساله دلوقتي. ايه بقى الاي في ان اللي حضرتك قلت عليه؟ هو مبدئيا الحمد لله رب العالمين البلازما
وعلاج الالم اصبح بيحل مشاكل كتير جدا جدا، زي ما احنا متفقين ان اكتر الحاجه العامه كبيره جدا ما بين الناس خشونه الركبتين والام العمود الفقري في المنطقه العنقيه او القطنيه، واحنا الوقت هو بس ما اديناش فرصه ان احنا نشرح للناس كويس قوي. الحمد لله رب العالمين في عيادتنا ومع كل مريض بيكشف بيشرح له كل حاجه وبيعرف عنده ايه وتشخص ازاي وهيتعالج ازاي، انما الموضوع ما وقفش بس على كده في علاج الالم، لا احنا الحمد لله رب العالمين نقدر نعالج كويس قوي تيبس الكتف، التهاب الاوتار الرافعه للكتف، كمان لو المريض عنده ضيق في هنا في النفق الرسغي فضغط على العصب الاوسط فبدا يحصل له مشاكل في ايديه ممكن توصل يتدخل جراحيا، لا احنا الحمد لله بحقن بالبلازما وضد الالتهاب بيحصل تسليك كويس قوي وايده ترجع تبقى كويسه جدا. والله طبعا يعني فكره ايد ان الواحد مش قادر يعني ايده كده. السيدات بالذات مشاكل التنس إلبو اللي بيجي للسيدات ولاعيبه التنس الحمد لله رب العالمين بتحمي بلازما بيجيب نتائج هايله جدا جدا وعن اقرب الناس ليا قدام عينيا، الشوكه العظميه بقت الحمد لله بتستفاد جدا من طريقه الحقن، مشاكل الانكل والشاركوت انكل والمشاكل اللي بتحصل نتيجه الدوره الدمويه والسكر ومشاكل السكر المزمن الحمد لله، كمان فكره ان اللي حضرتك سمعتيها فكره ان انا مش عايز المريض يوصل لمرحله الاي في ان. ايه بقى دي اي في ان؟ ده اختصار في الطب دايما في اختصارات كتير جدا عندنا، يعني سي ار بي دي اختصار لحاجات كتير جدا مثلا في الطب اختصارات، فالاي في ان هي كلمه اسمها افاسكولار نيكروزس، يعني ايه؟ يعني تاكل عنق الفخذ. لما المريض يجي له خشونه في مفصل عنق الفخذ ودي مش كتير قوي انما مزعجه جدا لان المفصل ده مفصل داخلي قوي والتعامل معاه بيصعب، ولو ما تلحقش بدري بيحصل الخشونه اللي جوه دي على المفصل على عنق الفخذ تبدا تزيد فيحصل عنق الفخذ وراس الفخذ خالص تختفي تتاكل. يا نهار ابيض، لانها ليها شرح كتير جدا جدا ليه الدوره الدمويه متاثره ازاي وربنا عاملها علشان لو حصل كسر ما يحصلش نزيف داخلي، فربنا مخلي الدوره الدمويه تبقى قليله هنا لاسباب تانية وفضل الله سبحانه وتعالى، فلما بتحصل بتبقى تاكل سريع قوي. فاحنا لو لحقنا الخشونه هنا قبل ما نوصل بقى للاي في ان نحقن بقى بنستخدم الجهاز والسونار او السي ارم وندخل بابره كبيره ودايما بيبقى في اوضه العمليات وبينج مواضيع وكل حاجه عشان نحقن الماده الجيلاتينيه اللي هي الهيالورونيك اسيد مع البلازما، وفي حالات ممكن نحط لها كمان خلايا جذعيه علشان نعيد البناء بسرعه. تمام. فبيدي النتيجه كويسه جدا جدا، برغم ان بعض الحالات تيجي بقى في حاله الاي في ان للاسف اقول له ده ممكن تبقى محتاج جراحه، فعشان كده الوقايه مهمه جدا جدا في الموضوع ده. تمام تمام. انا عايزه بس اكد لحضراتكم نصور ارقام التليفونات ونلحق نفسنا بدري، لان لو المساله بتتفاقم في العظم بالذات الالم بيبقى لا يحتمل، فبلاش نوصل لمراحل يعني سيئه. وهستاذن حضراتكم نشوف تقرير ونرجع، يعني يا رب يكون في وقت نكمل شوية عشان حضراتكم تستفيدوا. شوف تقرير ونرجع بسرعة بإذن الله. الحمد لله يا حبيبي، شرفنا النهاردة. ربنا يخليك يا دكتور سامي. أنا عايز أسمع حضرتك بقى بتقول إيه، لأن أنت النهاردة جاي بفضل الله ربنا يخليك، حضرتك جاي علشان عايز تقول رسالة معينة. ودي حقيقة، يعني أنا النهاردة الجلسة الأخيرة مع حبيبي والهدية اللي ربنا بعتها لي دكتور سامي لعلاج الخشونة عندي في الركب، النهاردة الجلسة الأخيرة دكتور سامي، التحسن فوق 95%. الحمد لله، الله أكبر، والشفاء من عند ربنا، وربنا يكرمك ويخليك، وده حقك عليا إن أنا أقول للناس بجد، يعني فعلا الطريقة اللي أنت بتعالج بيها دكتور سامي من أنجح الطرق اللي أنا جربتها مؤخرا وجابت نتيجة وأغنتني عن إن أنا أفكر إن أنا أعمل عملية، ودي كانت بالنسبة لي مشكلة كبيرة. أنا يعني كنت سعيد لحاجة واحدة وأنا لاحظتها بدون ما حد تتصل وتقولي، إن أنت ما شاء الله وقفت حوالي 3 ساعات أو يمكن أكتر في الحفلة الأخيرة حاجة عملتها في القلعة بالظبط، ورحت وجيت وتحركت. إيه ده؟ لو لا قدر الله لو الواحد متوجع كنت هتبدأ معتذر عن شيء، كان هيبقى باين عنك أنك كنت سعيد جدا. الحمد لله وحركتك كانت كويسة، طلوع السلم كمان الله أكبر دلوقتي والنزول بقى أسهل كتير من الأول الحمد لله. اللي عايزه يكون بقى فعلا نصيحة للأستاذ هاني شاكر، الراجل المحترم الفنان الكبير باسم الوطن العربي كله بيفتخر بيه، ان فعلا نحافظ بقى، انت ما شاء الله وزنك كويس، شرب الميه، الحاله النفسيه، انا دايما اقول كده، الواحد لما يبقى سعيد ان هو الحمد لله ربنا من عليه بالشفاء يتمم مبسوط. والله يا دكتور سامي ربنا يكرمك، انا بقول للناس اللي شايفانا بجد النقله كبيره قوي، ربنا يخليك الحمد لله. يعني انا الحركه كانت بالنسبه لي في وقت من الاوقات لما جيت لك انت شفت الحركه بالنسبه لي مشكله، الوام والوعاد وطلوع السلم والنزول، لا فعلا مشكله. هل فعلا بامانه وربنا يشهد على هذا الكلام، هل فعلا الحقن مرعب
طريقه الحقن وان انا باخد عينه الدم ونحطها البلازما والمساعد حاجات المزيلاتين وحاجات المساعده دي، هل هو حاجه مزعجه جدا المفروض خالص خالص ولا الم زيرو الم؟ وده الشرطي كان معاك من الاول قلت لي وانت وعدتني قلت لي انا البنج اللي بيتحط يعني شكل الحقنه قد يكون بيخض والله ايوه لكن الحقيقه والله انا لما اغمض عيني انا ما حاسس ابدا. الف الف شكر ليك يا حبيبي على اهتمامك وذوقك والاستقبال الرائع الجميل اللي من حضرتك ومن كل اللي في العياده. رحت لكذا الدكتور وهو يقول لي يعني لو ما تعالجتيش هيبقى في تغيير مفصل، فانا شفت الاعلان بتاع الدكتور سامي على الفيسبوك وعلى التلفزيون وفي البرامج فتشجعت ان انا اجي. فبصراحه يعني لقيت في جيلاتين اللي هي وفي اكسجين نشط وفي بلازما، فانا اتشجعت وجيت حجزت والحمد لله يعني انا كشفت والدكتور قال لي عندك خشونه من درجه ثالثه والحمد لله حقنت ونشكر ربنا كتير. اول يوم كان الحقن طبعا علشان اول يوم كان صعب قوي، لكن تاني يوم لقيت نفسي بمشي حلو قوي وبدوس على ركبتي والحمد لله. وانصح كل حد يجي يعني يكشف ويضحي، هو مش كلام تلفزيون، هو كلام حقيقي وفعلا عن تجربه ودي شهاده وانا بشهدها امام ربنا وانا اتحاسب عليها. وانصح كل حد يجي يجازف لان احنا كشفنا كتير ودفعنا فلوس كتير والمعده تعبت كتير، لكن نشكر ربنا البلازما والاكسجين النشط والجيلاتين الحمد لله جابوا نتيجه معايا من اول جلسه. يعني نشكر ربنا كتير 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 ونشكر الدكتور سامي على تعبه وعلى الاستاف وعلى الفريق الطبي وعلى كل المتشاركين في المركز، مركز قصر الشفا. انا عملت حجامه وعملت حاجات كتير، مفيش مرهم ما حطيتوش على 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 ركبتي. وبعدين قالوا لي لازم ايه نغير مفصل، قلت لهم لا انا ما احبش المفصل، بقالي كتير بقالي بتاع 10 سنين وانا عاني من ركبتي. اول ما شفت دكتور سامي في التلفزيون قلت اروح واجرب، الحمد لله ده يعني بياخد منه وبيديني، مش حاجه غريبه ولا اي حاجه. فجيت ما شاء الله اخذت من سنه الجرعه ثلاث مرات، الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر ولله الحمد. فجيت رمضان ده الحمد لله رب العالمين شفت الاعلان يعني في حاجات حديثه وكويسه يضيفها تاني دكتور سامي الله يكرمه ويرضى عنا اللهم امين. فانا جيت في قصر الشفا هنا وادي الحمد لله خدت اول جرعه، وبعد شهر هاجي الجرعه الثانيه والله العظيم الحمد لله يا رب العالمين. المشكلة عندي كانت رجلي جالي خشونة في الركبة ورحت الدكتور عظام واداني علاج امشي عليه شهرين، انا شهرين انا رجلي تعبانة مش قادر امشي. بنت عمي كانت بتاخد دي عند الدكتور اسامة هنا وقالت لي لا ده في هيديك يعمل معاك ايه من البلازما ويديك الحقن والكلام ده هتبقى كويس. فجيت من اول ما جيت اخدت الحقن حتى كنت طالع السلم مش قادر اطلع، اخدت الحقن اللي هو عملها بالبلازما والعلاج من اول ما خارج من الاوضه نزلت على السلم زي الفل وحتى ما مسكتش في الترابزين. الحقنه الثانيه الحمد لله رب العالمين خلتني احسن من الاول يجي 100 مره، يعني حتى كنت بمشي وبطلع السلم وانزل والحمد لله زي الفل الحمد لله رب العالمين. ده طبعا بالاضافه ان انا ما كنت اجي انام بالليل انام على جنبي ما بعرفش انام على جنبي، دلوقتي بقى اتقلب براحتي وانام براحتي الحمد لله ما شاء الله ربنا يا رب يكرمه لما هو ريحنا من التعب اللي احنا كنا فيه يا رب. الفقره خلصت للاسف، بس انا عايز اقول لكم الخصومات دي موجوده في كل محافظات مصر في كل الفروع، والارقام اهي نصورها بسرعه على الموبايل، ومش عايزه احرج ضيوفي هحرجهم بعد الحلقه عشان يبقى ليهم مطلق الحريه مش كل مره على الهواء كده. بشكركم جدا جدا، بشكر حضراتكم جدا جدا، شرفتونا ونستونا. للاسف الفقره خلصت والحلقه كمان خلصت، استنوني دايما على قناه تن وبنت البلد. سلام عليكم.